بلبنان في أكثر من 1041 بلدية و53 اتحاد بلديات، هذا رقم قياسي بالنسبة لعدد السكان. بكرواتيا مثلاً يلي عدد سكانها تقريباً بيوازي عدد سكان لبنان ومساحتها أكبر، في 428 بلدية. بلبنان 70% من البلديات ما بيتخطى عدد سكانها 4000 نسمة، حوالي 400 بلدية عندها موظف واحد، و87% من البلديات عندها أقل من 6 موظفين. معظم البلديات وخصوصاً الصغيرة والمستحدثة بينقصها الإمكانيات المادية والكفاءات اللازمة للعمل. من كم سنة لهلأ استقبل لبنان حوالي 1.5 مليون نازح نتيجة الحرب بسوريا والعراق، وهالنزوح مصنف الأكبر بتاريخ حالات الطوارئ المعقدة. أكثر من ثلثي النازحين سكنوا المناطق الفقيرة بالشمال والبعض. عدد السكان اللي بعيشوا تحت خط الفقر زيد، وخصوصاً بهالمنطقتين. حوالي نصف القوى العاملة اليوم غير نظامية وما عندها حماية اجتماعية ذات طابع نظامي. أزمة النزوح زادت الضغوط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وعلى البنى التحتية. قديش البلديات قادرة أنه تكون لاعب أساسي بالتنمية المحلية؟ قديش قادرة تستجيب لحاجات النازحين والمقيمين لما هي نفسها بتواجه صعوبات عديدة؟ لمعرفة المزيد عن مفاهيم التنمية المحلية وكيف البلدية بتقدر تساهم بتحقيقها بظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي بلبنان، زوروا القسم الخاص بالتحديات التنموية على إرادة بلدية.org. العمل البلدي بينجح إذا في إرادة بلدية.